حتى الأشياء الفنية. يعني مثلا الشيء الفني اللي قاعد يدور في شارع الرياضة مثلا، عدم استدعاء مثلا العقيد، لا تلعب أساسي. أنا بالنسبة لي خلاص العويس خلاص أساسي، بس هل الموجودين في احتياط موجودين أفضل؟ يعني هل فنيا هل هم أفضل؟ يعني ومن المستفيد من انهاء، او خلينا نقول من انك تنهي العقيدي يا مانشيني؟ في النهايه الخسرانه الكره السعوديه. هل في موقف شخصي بينك وبينه؟ المفروض يحل. هذا دور الجهاز الاداري في المنتخب، دور الجهاز برضو الاداري في اداره المنتخب السعودي ومجلس اداره المنتخب السعودي. في لاعب اسمه العقيدي كان في كاس اسيا، حصل كلين شيت، العام كان تقريبا اساسي. تجد لاعبين انا ما اشوفه الا في تشكيله المنتخب فقط موجودين بس فقط، ما تلقاهم في الانديه كلها. لذلك احنا بالنسبه لنا نقول ممكن يعني نتكلم نقول والله الصين خسرت بسبع اهداف ولكنها ضد اليابان، ولكن هل منتخبنا الان، احنا من اول في البدايه نقول ان اضعف فريق ممكن يكون اندونيسيا. تغيرت بالتاكيد تغيرت النظره لما شفت المنتخب السعودي وطريقه لعبه، وانه مهما يلعب لو يلعب يومين يمكن ما يجيب اهداف. صح. الاسلوب اللي قاعد يصير هذا، اتمنى ان شاء الله انت احيانا تقوي خصمك، يعني اتمنى انك تكون مباراه اندونيسيا زي الهزه او زي المويه البارده اللي خصوصا على اللاعبين وعلى تشكيله المنتخب وعلى افكار المدرب اللي احنا دائما نتكلم عنه حتى فني كثار، يقول يجب ان تكون افكاره مرنه مع امكانيات لاعبينه وتكنيكهم.